فيدباك اند فيد فورورد. احنا كل الكنترول سيستمز لما حكينا عنها كنا على اي نوع من الكنترول نحكي؟ عن الفيدباك. وانتوا كنتوا تصمموا كنترولر. هذا كمان اختلاف اساسي ما بين البروسيس كنترول والكلاسيكال كنترول. البروسيس كنترول بركز كثير على الفيد فورورد كنترول. الكلاسيكال كنترول كل شغله بدور حوالين الفيدباك. لما كنا نحكي فيدباك كنترول عندي البلانت هاي الاكتويتر كان عندنا كنترول. وكل علم الكنترول كل دراستكم للكنترول كانت اني اطلع هون بديزاين للكنترولر مش هيك زي ايش؟ بي اي دي بروبورشنال ليد لاك كومبنسيتور. من هذه هون كل شغلنا هون كان على كنترولر. وكنا دائما نفترض انه عندي نيجاتيف فيدباك مش هيك؟ وهون الريفرنس اللي هو اذا بدك تسميه يو اوف تي او تسميه ار اوف تي كان عندنا هون الكنترول فيربل. كل شغلنا كان على الفيدباك كنترولر. ايش ميزه ايش الادفانتج للفيدباك كنترول؟ هل بيقدر يتغلب على الديستربنس؟ إذا ميزة الفيدباك كنترول compensates for any disturbance. نعم تمام. هذا الديسادفانتج. فالديسادفانتج تبعته disadvantage تبعت الفيدباك كنترول احيانا ما بدا يتصرف ما بدا يتفاعل ما بدا يعمل شيء لحد ما يكون بدا يتغير الاوتبوت. ما راح يعمل اي شيء قبل هيك. لكن اي ديستربنس بصير سواء ميجرد او ان ميجرد سواء انا بعرف شو الديستربنس او ما بعرف اثره ايش كمان بيقدر يعمل؟ لو تغيرت البلانت اذا كومبنسيت فور تشينجز او ايرورز ان في البلانت او صار في تغير بالبلانت. فكرة الفيدباك كمان له شغلة مهمة مش أحيانا بقدر نعم ممكن يعمل ستابلايزيشن. أوكي ماشي كويس. هل دائما بحتاج أعرف الموديل حتى أعمل فيدباك كنترول؟ احيانا انا احط فيدباك كنترولر انا ما بعرفش الموديل تبعت البلانت واحط هون بروبورشنال كنترولر او بي اي دي واضل اعيرها ليطلع عندي ريسبونس مناسب. كمان احد ميزاتها اللي ممكن اعملها. طيب يقارن هذا بالفيد فورورد كنترول. فكره الفيد فورورد كنترول انه عندي موديل للبلانت
في عندي مجموعة disturbances. فبقيس disturbances. هاي رح أحط تحتهم disturbance variables. وباخد disturbance variables. ندخلهم على feed forward controller. بندخل ال disturbance variables على feed forward controller. وبداخل ال feed forward controller حكينا في عندي model, فعندي set of equations. ايش بطلع عندي؟ manipulated variable. وين بودي؟ على الاكتويتر وعلى البلانت. هاي هون الكنترول فيريبل اللي هناك سميناه y of t. والست او الديزايرد r of t بدخله هون على الايكويشن. وكل اللي عندي هون مجموعه ايكويشنز. ايش بعمل كومبنسيشن لمين؟ ما بعمل كومبنسيشن هون الا للديستربنس فاريبلز اللي انا قستهم. اذا في ديستربنس فاريبل ثاني مش موجود من ضمن هدول وتغير وبياثر على البلانت ما راح اقدر اعمل له كومبنسيشن. دكتور اذا كان في ديستربنس بعد ما بيعالجوا. تمام ما بيعالجوا. تمام اذا عندي ديستربنس انا ما بعرفوش او اذا الموديل تبع البلانت مش حطيت سيت اوف ايكويشنز هون, اذا السيت اوف ايكويشنز هاي تغيرت بطلت صحيحه بعد 3 اشهر راح يضل الفيد فورورد كنترولر شغال عليها. اذا نحط الفيد فورورد كنترولر. الميزه الوحيده للفيد فورورد كنترولر انه بيقدر يبدا يغير قبل ما يصير الاوتبوت يطلع منه, بس مشاكله هلا الفيد فورورد كنترولر ديس ادفانتجز only compensates for measured variables, for measured disturbance variables. ما بيعمل compensation للplant إذا صار في تغير في الموديل. لازم يكون عندي الموديل, لازم يكون عندي على الاقل الستاتيك موديل اذا مش الدايناميك موديل. نعم علي صوتك. ما اظن هلا في بعض فيد فورورد كنترولرز بيكون هو نفسه دايناميك, يعني مش بس ستاتيك, مش انه بس بيحسب فاليو بيعمل الهاي. هلا هل بيقدر يعمل ستابلايزيشن الها؟ سؤال كويس والله انا مش متاكد. هل بقدر انا احط ترانسفير فانكشن, اضيف ترانسفير فانكشن للسيستم بدون ما اعمل فيدباك كنترول واعمل ستابلايزيشن لهذا السيستم؟ بس هو بيقول لك يعني انا في ايكويشن جوا البوكس تمام عارف ستابلايز صحيح. هو عاده في الاندستري عاده خصوصا في البروسيس اندستريز الفيد فورورد كنترولر مش بيكون عشان ستاتيك, بيكون هاي ستاتيك ايكويشنز مش دايناميك ايكويشنز. ستاتيك ايكويشنز بمعنى انها كل هي اللي هي زي اكس 1 دبليو 1 زائد اكس 2 دبليو 2 على دبليو, متذكرينها هاي؟ هذه ستاتيك موديل. هذا عاده ما بقدر استعمله حتى اعالج اعمل سيستم انستيبل اعمله ستيبل. حتى اعمل سيستم انستيبل ضروري يكون عندي فيدباك, يرجع عندي فيدباك. الميزه تبعت الفيد فورورد كنترولر انه رياكت سيناريو.
اوكي. هلا من ناحيه واقعيه شو بنستعمل؟ في كثير من البروسيس اندستريز بيستعملوا خليط من الفيدباك والفيد فورورد، بيستفيدوا من الطريقه الفكرتين. اذا فعلا في عندي ديستربنس فاريبل مزعج ممكن يسبب مشكله في البروسيس، بامكاني اقيسه زي ما بقيس الاوتبوت، زي ما بقيس هذا من هون بكون عمالي بقيس الديستربنس فاريبل. الديستربنس فاريبل هذا بدخله على الكنترولر، فالكنترولر بيكون فيها جزئين، في جزء منها فيدباك كنترولر زي الكنترولرز العاديه اللي درستوها، بس بالاضافه بدخل على الكنترولر ميجرمنت للديستربنسز، فبامكاني اخذ هدول الديستربنسز بعين الاعتبار. هذا طبعا بحقق افضل ما فيه المجالين منهم. فعاده بنستخدم خليط من الفيدباك والفيد فورورد خصوصا في البروسيس اندستريز.